كمان الحلقات الثالثة من مسلسلات الانيميشن والكرتون في شهر رمضان السنه دي حقيقة جذبت انتباه الاطفال زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم، خاصه مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث، كمان مسلسل نور والكوكب السعيد، ومسلسل سر المسجد، ومسلسل نوره. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع على طول. الحلقات الثالثة من مسلسلات الأنيميشن والكرتون في شهر رمضان 2024 شهدت أحداث مشوقة. البداية مع مسلسل سر المسجد، بدأت الحلقة بدخول سيف ويوسف لمسجد المدينة، ووجدوا الشيخ صلاح اللي شرح لهم معنى الرمز اللي شافوه داخل البئر، وطلب منهم البحث عن باقي الرموز اللي قام غلباوي بسرقتها عشان يعطل البرنامج الزمني، وتمكن يوسف من العثور على باقي الرموز بنجاح. ثم بدأ الشيخ صلاح في عرض أسباب تسمية الأذان بهذا الاسم وإيه قصته، وإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر للمدينة خرج هو والأنصار وكانوا بيصلوا دون أذان، ثم جلس الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليجدوا طريقة ليخبروا الناس بالأذان. أنتوا تعرفوا ليه الأذان اتسمى بالاسم ده؟ عشان يقدر يعرف الناس ويبلغهم إن وقت الصلاة جه. شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل يحيى وكنوز ذهاب يحيى رفقة أصدقائه للإسكندرية مع الأستاذ عصام مدرس التاريخ لزيارة متحف الإسكندرية القومي لاستكمال رسالة الماجستير، وحاول مساعدة سارقي الهوية اللي زعموا إنهم بيصوروا لقطات من العالم الآخر والحضارة المصرية والمعالم الأثرية. وخلال محاولة يحيى الذهاب لعصر آخر انقلبت الحيلة الذكية عليه ولم يكتمل اختفاء البوابة. هو أنا إيه اللي بيحصل لي ده؟ أنا هربان من مشكلة في الواقع عشان أجي مكان مش هعرف أخرج منه؟ أما عن الحلقة الثالثة من مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد، فاستطاع الطفل نور وشقيقته زهرة بمشاركة عم منصور جمع تبرعات عشان يتمكنوا من إنقاذ الملجأ من الهدم. وشارك نور البطل الصغير في عمل مداخلة ببرنامج تلفزيوني حكى فيه عن سبب احتياجه لمبلغ 2.5 مليون جنيه، وخلال أسبوع انتشرت حملة تبرعات ملجأ الأمل بالصحف والقنوات، ونجح نور وأعوانه في جمع مبلغ 5 مليون جنيه، دفع نصهم لمالك الأرض وقرر بناء مبنى تاني بالملجأ بباقي المبلغ. جمعنا لحد دلوقتي 5 مليون وشوية، كده نقدر ندفع لنبيل بيه ثمن الأرض. وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل نورة حوار بين نورة وجدتها حول مشكلة صديقتها جميلة مع والدها اللي عايز يجوزها في سن مبكرة. الجدة استنكرت وجود مثل هذه الأفكار وطلبت حفيدتها نورة بالتركيز في مستقبلها وبطولتها الرياضية. ياه، هو لسه في ناس بتفكر كده؟ أنا كنت فاكرة الحاجات دي بطلت من زماننا. على أيامنا يا بنتي كان في عادات كتير حلوة، وبرضه كان في عادات غلط.